اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. كنا عملنا مع بعض المفرش ده في الفيديو اللي فات. كنا وقفنا لحد ما عملنا 9 سلاسل، احنا قلنا ممكن نزود 11 ممكن نزود 13. انا زودت كمان سطرين، عملت 11 سلسلة وبعد كده عملت 13 سلسلة. دلوقتي هنعمل الاطار بتاع المفرش، وممكن لو حابه انت تزودي عن كده بتزودي. احنا قلنا كل دور بنرتفع بنزود له غرزتين سلسله. دلوقتي هنعمل الاطار، هعمل عقده البدايه على الابره وهدخل جوه اي حلقه من الحلقات دي وهسحب الخيط. طبعا انا سايبه عقده البدايه على الابره وهعمل غرزه حشو. يعني انا معايا حلقتين هعمل غرزه حشو. احنا وقفنا ان انا ارتفعت 13 سلسلة، هعمل 9 غرز سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واروح عند الحلقة اللي هي الحلقات السلاسل اللي بعديها واعمل غرزة حشو. وهرتفع 9 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9، في نفس المكان اللي عملت فيه غرزة الحشو في نفس الحلقة هعمل كمان غرزة حشو. يكون معايا بالشكل ده كده، يبقى مكان عملت فيه منه 9 سلسلة ورحت عملت غرزة حشو، وبعد كده ارتفعت 9 سلسلة وعملت غرزة حشو في نفس المكان. هننتقل للحلقة اللي بعديها وهعمل 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هروح للسلاسل اللي بعديها وهعمل غرزة حشو، كمان هرتفع 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهروح للسلاسل اللي بعديها برضو وهعمل فيها غرزة حشو وهرتفع 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، في نفس المكان هدخل واعمل غرزة حشو. يكون معايا بالشكل ده كده، يبقى هنا ارتفعت عملت 9 سلاسل، بعد كده رحت عملت غرزة حشو، بعد كده ارتفعت 9 سلاسل وعملت غرزة حشو في نفس المكان، بعد كده عملت 9 سلاسل وعملت حشو، بعد كده عملت 9 سلاسل وعملت حشو، وارتفعت 9 سلسلة وعملت حشو في نفس المكان. انا هيكون معايا ست براويز زي ده، واحد ده التاني، المفروض يكون معايا كمان 4 عشان يكونوا 6 اطارات. هرتفع 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واروح عند السلاسل اللي بعديها وهعمل فيها غرزة حشو وهعمل 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهشتغل في السلاسل اللي بعديها غرزة حشو وهعمل 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، في نفس المكان هدخل واعمل غرزة حشو.
هفضل ماشية بنفس الطريقة، هعمل فراغين 9 سلسلة، وفراغ هعمل فيه 9 سلسلة حشو 9 سلسلة لحد ما اوصل لنهاية الدور. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور، هقفل ازاي؟ هرتفع، احنا كنا بنرتفع 9 سلسلة، هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الابرة مرتين، واروح هنا عند بداية الغرزة اللي انا كنت عملتها اللي هي غرزة الحشو، وهعمل غرزة عمود باتنين لفة، والف الخيط واطلع من حلقتين، بلف الخيط واطلع من كمان حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من اخر حلقتين. تكون معايا بالشكل ده كده، احنا قلنا هيكون معايا 6 اطارات للبرواز اللي انا عايزة اعمله للمفرش، 1 2 3 4 5 6. هدخل في نفس المكان واعمل غرزة حشو في نفس السلاسل، بعد كده هرتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واروح عند السلاسل اللي هنا واعمل فيها غرزة حشو. تكون معايا بالشكل ده كده، يبقى انا عملت 10 سلسلة، واروح عند السلاسل واعمل فيها غرزة حشو. وبعد كده هنا هشتغل 8 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى انا اشتغلت في الزاوية 8 غرزة عمود بلفة. بعد كده هعمل 3 سلسلة، وفي نفس الزاوية هعمل كمان 8 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى انا اشتغلت 10 سلسلة، عملت غرزة حشو في السلاسل، وبعد كده عملت في الزاوية 8 غرزة عمود بلفة، 3 سلسلة، 8 غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وعملنا في الزاوية 8 عمود بلفة، 3 سلسلة، 8 عمود بلفة. هروح على السلاسل دي وهعمل فيها غرزة حشو، بعد كده هرتفع 10 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9 10، واروح عند السلاسل اللي بعديها واعمل فيها غرزة حشو. هروح عند الزاوية واعمل فيها 8 عمود بلفة، 1 2 3 4
خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وهعمل ثلاثة سلسلة، وفي نفس الزاوية برضو هعمل 8 غرزة عمود بلفة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وهروح عند فراغ السلاسل وهعمل فيه غرزة حشو. بعد كده هعمل 10 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9 10، وهروح عند السلاسل اللي بعديها وهعمل فيها غرزة حشو، وهشتغل جوه الزاوية دي 8 غرزة عمود بلفة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وهعمل 3 سلسلة، في نفس الزاوية هعمل فيها 8 غرزة عمود بلفة، واحد، اثنين، ثلاثة، كده 4 5 6 7 8، وهكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، ان انا بشتغل في الزاوية 8 عمود بلفة، 3 سلسلة 8 عمود بلفة، بعد كده بعمل غرزة حشو في السلاسل اللي بعديها، وبعد كده برتفع 10 سلسلة واعمل غرزة حشو، وبنتقل للزاوية، وبفضل ماشية بنفس الطريقة، هكمل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وعملت في آخر زاوية 8 عمود بلفة، 3 سلسلة 8 عمود بلفة، هروح أقفل بمنزلقة في غرزة الحشو اللي أنا كنت عملتها. كده خلص الإطار بتاع المفرش، وهرتفع غرزة سلسلة وهقص الخيط. وبكده خلصت الإطار بتاع المفرش، يكون معايا بالشكل ده كده، مفرش سهل وبسيط والإطار زينه أكتر. طبعا الخيوط الزيادة دي هتغلى في الشغل. لو عجبكم الفيديو أو استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.